اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. حلقه مميزه جدا وحلقه نتكلم فيها عن تفاصيل كتير. حلقه بتسبق مباراه المنتخب المصري مع نظيره منتخب النيجر في مباراه هامه جدا. مباراه هامه جدا لانها في التصفيات المؤهله للبطوله الافريقيه، وطبعا زي ما انتم عارفين احنا عندنا المباراه الاولى بهزيمه امام المنتخب التونسي الشقيق. معانا سويسلاند، معانا النيجر، وما ادراك ما النيجر. وفاكرين مباراه 10 اكتوبر 2010 والمعزه السوداء. قابلنا منتخب النيجر 3 مرات، 2 رسمي وواحده وديه. كسبنا ودي وواحده رسمي واتغلبنا طبعا في مباراه مهمه جدا، وكانت المباراه دي اقصتنا عن التاهل للامم الافريقيه بعد ما كنا حاصدين اللقب الافريقي 2006 و2008 و2010، وساعتها كانت الشماعه المعزه السمراء اللي دخل بيها لعبوا منتخب النيجر، والكلام ساعتها عن السحر والشعوذه. بعيدا عن السحر والشعوذه، مازال الضرب تحت الحزام مستمر بين محمد صلاح واتحاد الكوره. محمد صلاح كل ذنبه ان كان عايز شكل حلو للمنتخب المصري، كان عايز راحه، كان عايز حاجه محترمه للعبته. خلوا بالكم ان لعيبه المنتخب المصري، وانا بتكلم مع زميل عمر البنوبي قبل الحلقه، مسميين محمد صلاح ناصر ونصير الغلابه كده، يعني افيه عاملينه. لكن الاخبار المتداوله قبل المباراه بساعات، وان محمد صلاح بيزعق للامن وبيقول لهم لا ما تمنعوش الناس انها تتصور معايا من النهارده الصبح، الاخبار اللي بتتداول، وقبلها طبعا قصه صلاح عايز حراسات و و و. ففي بعض الاخبار بتترمي كده بيقول لك ان في ضرب تحت الحزام، ويبدو ان الموضوع لم ينتهي بين اتحاد الكره وبين محمد صلاح. اتمنى ان القصص يعني عندنا مباراه مهمه والدنيا تبقى مظبوطه ان شاء الله، تبقى الدنيا على الف خير. اكيد معانا تفاصيل وكواليس وحاجات كتيره جدا في حلقتنا، لكن لازم طبعا ارحب بزميلي دايما اللي بسعد ان اكون معاه، محمد سعيد. مساء الفل يا محمد. مساء الخير عليك زميلي العزيز ايهاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بدايه ساخنه، بدايه بالعديد من الاخبار المهمه، بالتاكيد متابعه خاصه لمباراه منتخبنا الوطني ومنتخب النيجر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم في الكاميرون. لكن كعادتك زميلي ايهاب، حلقه فيها اخبار كتير واسرار كتير، وبالتاكيد خلال الفتره الحاليه باذن الله عندنا تفاصيل كثيره يعني نقدر نقولها في هذه الحلقه ما بين الاستعداد للمنتخب الوطني، وعندنا تقارير ايضا مهمه يعني محمد جداً. لما يبقى مباراه مصر والنيجر ومباراه مهمه، وتيجي يوم الماتش صباح الماتش تلاقي اخبار كتير ومصادرها معروفه ان محمد صلاح بيتخانق مع الامن، وان محمد هاني زميل محمد صلاح في الاوضه هو اللي بينزل يجيب له اصحابه، وان الامن مش عايز يطلع اصحاب صلاح للاوضه. ليه يعني الموضوع بلاش الضرب من تحت الحزام وخلي الدنيا تمشي يا جماعه، خلاص ما كانش طلب الراجل وانتوا وفرتوه. والله يا استاذ ايهاب، بص انا عايز اقول لك على حاجه، كل الطلبات اللي كان طالبها محمد صلاح واللي استقبلتها او اللي استقبلها اعضاء اتحاد الكره في التوقيت ده بنوع شويه من الاندهاش وثم مؤتمر صحفي، كل هذه الطلبات نفذت على ارض الواقع بشكل رسمي في اول معسكر للمنتخب في برج العرب من الالف للياء بلا استثناء. لكن في نفس الوقت يعني مباراه زي دي، واحنا بنتكلم على مباراه مصر والنيجر، بدل ما نتكلم ان احنا خلاص دلوقتي اصبح منتخب بيضم لاعب عالمي زي محمد صلاح، المفروض في التوقيت الحالي كمان الكل يكون مع المنتخب في المرحله الحاليه، منتخب بيستعد لتصفيات افريقيه، عندنا عوامل ايجابيه كثيره كمان في التوقيت الحالي، ومحمد صلاح اختير ضمن افضل 3 لاعبين في العالم، وداخل في الاستفتاء خلاص ذا بيست ذا الافضل هيكون ان شاء الله خلال الفترة القادمة، يعتبر كمان ثالث أفضل لاعب في أوروبا بعد مودريتش وبعد كريستيانو رونالدو. فبالتأكيد اختيارات مهمة جدا جاية في توقيت مهم جدا بالنسبة للمنتخب الوطني ولمحمد صلاح. لكن الأخبار اللي بتتناثر في الصباح الباكر ومنذ الصباح الباكر وفي هذا اليوم، والمنتخب عنده مباراة مهمة جدا بعد أقل من ساعة على استاد برج العرب، مثل هذه الأخبار ممكن تؤثر بالسلب. لكن زي ما أكدت زميلي إيهاب، يعني أنت عندك تفاصيل وعندك أخبار كتيرة متعلقة بهذا الأمر، ودايما بتبقى عندك أنت المعلومة أكتر في مسألة المنتخب الوطني والتفاصيل اللي بتحصل سواء بين اللاعبين المحترفين، لأن كمان الفترة الأخيرة الكل كان بيعتقد أن اللاعبين المحترفين ممكن يكون عندهم مشكلة في مثل هذه الطلبات، أن يعني يبقى فيها غيرة بعدد من اللاعبين. لكن رد الفعل بين
كل اللاعبين المحترفين بلا استثناء ان هم كانوا سبورت جدا لمحمد صلاح في هذه الطلبات، لان الجزء الاداري المهم اللي كان بينقص المنتخب في كاس العالم هو الجزء اللي اتكلم عليه محمد صلاح، لكن هي فكره بس التوقيت. البعض ما كانش متفاهم او مش فاهم فكره التوقيت اللي بدا بيه صلاح في التوقيت ده ان يصير كل هذه المشاكل، ليه ما قالهاش بعد كاس العالم؟ لكن واضح ان هو عشان داخل على تصفيات افريقيه واول تجمع للمنتخب مع جهاز فني جديد، فكل هذه الطلبات طلبت خلال الفتره الاخيره، ونتمنى خلال الفتره القادمه من خلال الجهاز الفني. يعني انا اتمنى ويعني برضه اسمع رايك فيها ان الجهاز الفني يكون ليه دور كبير جدا في هذا الموضوع، لان الجهاز الاداري والجهاز الفني والجهاز المعاون بشكل عام ليه دور كبير جدا في كل هذه المسائل والنقاشات، لان اللعيبه في الاخر كلها سواسيه داخل المنتخب. وكابتن المنتخب احمد المحمدي الفتره القادمه كمان في هذا المعسكر هنشوف بقى مساله كابتن المنتخب بيحمل شاره القياده ولا كمان كابتن المنتخب داخل الفريق هيكون من خلال عدد من اللاعبين اللي هم ليهم خبرات كبيره جدا زي محمد صلاح واحمد حجازي. طبعا ترتيبه كابتن المنتخب برضه محمد خدت اكتر من حجمها وكلام كتير، وهل تم استبعاد عدد من اللاعبين ابرزهم الكابتن احمد فتحي وشيكابالا علشان محمد صلاح هو اللي ياخد الشاره؟ لا، ده المحمدي هو اللي هيحمل الشاره، لا ده المحمدي هيسيب الشاره لمحمد صلاح، لا ده في مؤتمر وقعده عشان نعمل الترتيب، هيبقى المحمدي بعد كده حجازي بعد كده النني بعد كده صلاح. يعني في حاله من اللغط وحاله من عدم يعني الانتظام داخل اداره المنتخب. كل ده احنا بنتكلمه خلاص، يعني اللعيبه موجوده في الملعب وهيكون في تسخين و فاحنا مش بنأثر على حد في هذا التوقيت بقدر ما بنقول ان في يعني في اداره المنتخب اخطاء مهمه جدا لازم يعني يتم تداركها. وخلينا اقول لك على مفاجاه مهمه، بعد ترشيح او ترشح افضل لاعب للعالم في العالم كريستيانو ومودريتش ومحمد صلاح، الاتحاد البرتغالي هنا كريستيانو والاتحاد الكرواتي هنا مودريتش، واتحاد الكره المصري كان مغيب لولا احد الاصدقاء كلمهم وقال لهم يا جماعه ينفع الناس هنوا الناس ومحدش هناه، قاموا مطلعين تصريح انهم بيهنوا الراجل وبعدين عملوا له تورته كده في المنتخب قالوا له الف مبروك. فيبدو ان الحاله محمد اللي موجوده ما بين تصريحات صلاح وما بين طلبات صلاح وما بين قبولها بالموافقه من قبل اتحاد الكوره لكن من تحت الدرس كده مشيله وعايزين نخلص يا جماعه، دي اللي مخليانا في هذا الموقف يا محمد، وستبقى المشكله في النهاوي بيدير محترف. هي الفكره المفصليه في هذا الموضوع بالفعل مشكله النهاوي بيدير محترف، وان المحترف خلال السنوات الاخيره شاف مدارس كتيره جدا وعنده زملاء وبالتاكيد في الفرق الاوروبيه اللي لعب معاها شاف كيفية المعاملة، كمان مش هتكلم على مستوى الأندية لكن حتى على مستوى المنتخبات، لأن في توقيت كلام صلاح على هذا الموضوع وعلى هذه الموضوعات بشكل عام ساديو ماني حتى على صفحته الشخصية نشر صورة ليه وهو مسافر مع المنتخب السنغالي في التصفيات الأفريقية بستايل مختلف تماما وبأسلوب جديد وبصورة محمد صلاح كان بيتكلم عنها بتفاصيل كثيره جدا. هي دي الفكره اللي احنا عايزين نتكلم عليها، لكن انا برضو بؤكد وبصر على هذا الموضوع، كل هذه الخلافات وكل هذه الأزمات النقطة المفصلية فيها لحلها هو المدير الفني للمنتخب الوطني ومدير إداري قوي يقود هذا المنتخب خلال الفترة القادمة. دي النقطة المفصلية، لا علاقة اتحاد الكرة بالجهاز الفني أو باللاعبين أو حتى طلبات اللاعبين. المدير الفني إذا كان قوي سيستطيع أن يسير بهذا المنتخب بما يراه لمصلحة هذا المنتخب وبما يخدم على لاعب المنتخب سواء المحترفين أو المحليين، لأن الطلبات اللي ممكن يطلبها لاعب معين محمد صلاح هو محترف في الدوري الانجليزي في نادي ليفربول، لكن بشكل عام هو شايف ان هذه الطرق وهذا الاطر بيساعد اللعيبه بشكل جيد على الانتظام في المعسكر بشكل ايجابي، على التفكير في المباريات بشكل جيد، على التركيز للهدف الاساسي اللي المنتخب عايز يحققه. وكل هذه النقاط حتى احنا في سفرياتنا لما كنا مع النادي الاهلي كنا بنلاحظ هذه اللمسات حتى من قبل الجهاز الفني ومن لاعبي النادي الاهلي. يعني مثلا عايز اديك مثال اصابه جونيور اجاييه في ماتش تاون شيب في بتسوانا، انا هطلع شويه من حته المنتخب وادي مثل حصل معانا حتى في سفريه بتسوانا، اصابه اجاييه واحنا راجعين حتى على الطياره كانت الطياره كلها كومبليت في التذاكر وفي الرجوع حتى من بتسوانا الى اديس ابابا كترانزيت، تم التجهيز واتصالات عديده جدا من ليله السفر حتى صباح يوم السفر لتجهيز مكان اخر لنقل تذكره السفر ما بين الايكونومي اللي هو الاقتصادي الى البيزنس كلاس عشان راحت جونيور اجاييه، لان عنده صعوبه ان ممكن رجله ما تكونش مفروده بشكل جيد داخل الطياره. هذه الامور الاحترافيه بتفرق كتير جدا مع اللعيبه، وده اللي فرق حتى مع لاعبي النادي الاهلي وهم راجعين من بتسوانا، ان عدد من اللاعبين تم تغيير اماكن
التذاكر بتاعتهم او اماكن الكراسي من اوكونومي الى البيزنس عشان تقدر اللعيبه لما ترجع وعندها استعداد لمباراه الاسماعيلي تستعد بشكل جاد وبشكل محترف للمباريات القادمه. دي النقط المفصليه اللي ممكن المنتخب خلال الفتره القادمه من طلبات صلاح، لكن الجهاز الفني عليه دور كبير جدا زميلي ايهاب في هذا الموضوع. طب نرجع بسرعه للمنتخب محمد وخلي